أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. قوات النظام السوري تحرر مدينة دير الزور من احتلال داعش. افتتاح أول مدرسة للنازحين في مخيم عين عيسى في سوريا. القوات الأمنية العراقية تحرر حقل غاز عكاز من احتلال داعش. إسبانيا تصدر مذكرة اعتقال أوروبية بحق زعيم كاتالونيا المقال. داعش يتبنى هجوم الشاحنة في مدينة نيويورك الأمريكية. والكشف عن هيكل داخلي كبير وغامض في آخر أعجوبة باقية من عجائب الدنيا السبع، وهي الهرم الأكبر في الجيزة. وفي أخبارنا الصحية، تقنية حديثة تحمي من الولادة المبكرة والإجهاض لدى النساء الحوامل. وفي أخبارنا المنوعة، تصميم مرآة إلكترونية لا تعكس صورة وجهك إلا إذا ابتسمت لها.